عارفين لما حد يعايد عليك بهديه لذيذه؟ يا ترى ايه هي الهديه اللذيذه؟ هي دي الهديه اللذيذه، علبه كحك العيد من نوله ومرسول. النهارده نازلين نوزع مئات العلب من الكحك على كل مستخدمي تطبيق مرسول. بمجرد ما يخشوا على البرومو كود يحطوا الاهلي 3 عندهم فرصه ان هم يكسبوا معانا جوائز وهدايا كتير جدا بيقدمها مرسول. هينزل معايا النهارده يقدمها كابتن حسين الشحات في منطقه السلام، وهنوزع على كل الناس كميه كالوريز، ملايين من الكالوريز فظيعه، فكل الفايزين النهارده هيتخانوا تخن لذيذ جدا. تخيل بقى اما تطلب طلب من مرسول تلاقي كابتن حسين الشحات داخل عليك بالطلب ومعاه هديه، في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. وجي وقت ان احنا نطلع نوزع مئات علب الكحك على مستخدمي مرسول. هعدي على كابتن حسين الشحات دلوقتي وفي النص هيحصل اكشن لذيذه جدا، تعالوا نشوفها مع بعض. يلا بينا. وصلنا عند حسين، هنزل اجيبه واوريكم هنعمل ايه سوا. زوما عامل ايه يا حبيب؟ حبيب عامل ايه؟ عامل ايه يا صاحبي؟ كله تمام انت زي الفل؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ يلا بينا؟ يلا بينا. يلا ماشي. الاهلي ومرسول هيفرحوك على طول. استنى نجم من نجوم الاهلي بهدايا ومفاجآت كتير، كل اللي عليك انك تطلب مرسول، وممكن تكون زي اللي حصل مع محمد في بيته. تقول اللي انت دايما بتطلب من مرسول؟ ما انا على طول بطلب، بس انا ما توقعتش ان انت تجيلي بيه. ما انا خلاص انا بقيت معاهم يا ابني خلاص. يعني سبت الكوره خلاص؟ انا خلاص لا في الكوره بس دايما معاهم يعني فاهم، هتديني كل شويه لو انت تقول ما تطلب ممكن اجي لك انا على طول. انا هطلب على طول. خلاص اطلب بقى على طول، بس مش هجي لك كل مره برضه. وزي ما احتفلنا مع اهالي مدينه السلام بالعيد، ممكن جدا نكون عندك في بيتك ومنطقتك مع نجم من نجوم الاهلي. كل ده لما تستخدم تطبيق مرسول وتدخل برومو كود الاهلي 3. هتدخل سحب على تيشيرت الاهلي بتوقيع نجومه كل يوم، ايفون 13 كل اسبوع، بلاي ستيشن 5 كل شهر. يلا مستني ايه؟ مرسول، الراعي الرسمي للنادي الاهلي.